قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا ونسألها سؤال حلقتنا، تاريخ مميز في حياتها ومش ممكن تنساه أبدا. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير يا ليندا. شاذلي صباح الخير باسانت. أقرب تاريخ لقلبي يا شاذلي هو يوليو 2016، ودي كانت بداية التغطيات الخارجية ليا ضمن الوفد الإعلامي الرسمي المصاحب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت في رواندا. ولحد النهاردة لسه فاكرة أول سفرية ليا. طبعا ما بتتنسيش يعني، خصوصا لو كنت يعني سفريه مهمه زي دي، فاكيد عمرك ما هتنسي تاريخها. وكمان الفكره ان انا الحمد لله عملتها في سن صغير جدا، وكان نفسي اعمل كده من زمان، فالحمد لله. يعني اول ما عملتها كنت حوالي عندي 24 سنه حاجه كده. دي البدايات يعني، ربنا معاك ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف احوال الطقس النهارده. يلا بينا. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربيه، وفي فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه وشمال الدلتا. في كمان نشاط للرياح احيانا على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشماليه الشرقيه. درجه الحراره في القاهره النهارده 32، واعلى درجه حراره في اسوان 42، واقل درجه حراره في مرسى مطروح 28. هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه، ولكن بعد شويه. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا. نشكرك يا ليندا.